طب ناخد التليفون ده بقى عشان ندخل في موضوع الحلقة. منال. أيوة يا مدام ريان. أيوة أهلا السلام عليكم. الأول بقول حرام حرام اللي بيحصل ده، وحسبي الله ونعم الوكيل في الإخوان، حرام عليهم. أنا دخلت ابني الكلية الحربية، وأول حاجة معلمها له سمعني. أول حاجة معلمها له قلت له كنت مقدمة للاتنين التوأم. قلت له إيه؟ قلت له حضرتك معلمية لمين؟ هو حضرتك مين؟ أنا مش أنا مدام منال، ابني في الكلية الحربية. ابنك موجود في ابنك موجود في الكليه الحربيه دلوقتي؟ هو لسه مسافر النهارده، ونهار ساعه ما شاف كريم صاحبه وعرف انه توفى. حرام والله اللي بيحصل كده، شباب لسه في عمر الزهور، حرام اللي بيحصل لهم ده، حرام. عارفه مربيه فيهم ايه؟ قلت لهم مصر حلوه، مصر جميله قوي قوي، وتستاهل ان احنا نضحي عشانها، ودخلتهم، دخلت واحد فيهم. وفي الاخر حرام حرام اللي بيحصل ده، والله ما قادر اتكلم اصلا. انا دلوقتي قاعده مرعوب على ابني، عارفه هو قال لي ايه وهو بيسلم عليا بعد ما نزل وماسك ايدي؟ يقول لي ايه؟ يا ماما ما تقلقيش يا ماما، ربنا اللي كاتب له حاجه بيشوفها، اللي كاتب له حاجه يا ماما بيشوفها، واحنا قدها وجدود يا ماما. ولو حتى ما حصلش نصيب بشوف ليك تاني، كفايه الشهاده يا ماما. حرام والله اللي بيحصل في شبابنا ده، ما بقى قاعدة أقول أنت اخطب له، أنت افرح بيه، وفي الآخر يجي كده الله يقف في عونهم ويصبرهم. والله الأمهات اللي ولادهم مستشفين دول، أنا حاسة إن هما كلهم ولادي أصلا. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيعمل كده، منهم لله، ما يستاهلوش يبقوا مصريين ولا يقعدوا في مصر أصلا. ربنا معاكي وربنا يصبرك، وكل اللي اقدر اقوله لك ابقي فخوره جدا جدا جدا، كلنا بنحييكي وكلنا واقفين جنبك، لان ابنك رايح الكليه النهارده وبكره هيبقى ليه اهم دور في البلد. كل جندي في القوات المسلحه وكل جندي في وزاره الداخليه بيأدي دلوقتي واجب عظيم جدا جدا، وهو حمايه البلد وحمايتنا. ده يعني لازم تبقي سعيده جدا.